السلام عليكم، صباح الخير. اسمحوا لي راه شويه عيان، ضربني الريحه اليومين الشتاء وداك الشيء. الا شفتوا الفيديو ديال نهار الجمعه اللي فات كانت كتصب الشتاء اصلا كيبان لي قصدي. المهم بدون بريامبولو سيم بريامبولو كما كيقولنا في اسبانيا، بدون مقدمات، كنظن ان بعض المتتبعين في اليوتيوب اليوتيوبرز ديال اسبانيا شافوا اخبار ديال ان الرئيس ديال اسبانيا هبط المغرب، وكاتبين ان راه الرئيس ديال المغرب او المغرب دعم السياسه ديال الطرد او العوده ديال المهاجرين من اسبانيا. وسبحان الله ان في الفيديو ملي كتفرج فيه كتلقى واحد تقطع شي طرف كيتقطع، او لا ثاني كيتقطع ثاني شي طرف اخر، كتقول او وما كاين لا ترجمه، ما حنا كنسمعوا العثماني كيهضر واخا، ولكن ما عارفينش القصه مزيان. نتمنى نتمنى الفيديو ما يكونش طويل، ولكن راه الصراحه لان بنادم وصلت فيه حتى الزدقابق، يعني ولا يخاف يكتب او ولا يقول شي كلمه ولا يبين كمارته حيت خايف من بعد يطلع شي فيديو يقول لي ولكن واخا. زمان كان كيقولوا ان راه غيفتح القانون، قلنا القانون دابا بان، يعني هذا مولات القضيه دابا السيده، يعني ما عرفناش نديرو. واش انت كتكوي وتبخ تقول القانون غيفتح، شي تقول لا المغرب غادي يعاون اسبانيا غتطرد عباد الله، ومشى اسبانيا اسبانيا واوروبا باش تشوف القمه ديال التكلاخيت والاستحمار. معليش، فانا ما بينت والو، ما هضرتش على الموضوع. البارح دار اصلا، ماشي البارح دار، راه دار نهار شي ربي، نهار الحد، فاش كان نهار كان بيدرو سانشيز هو الملك هذا الاسبوع هذا، كان مسافرين وقال لهم انا غادي نمشي للمغرب، ولكن يعني ان شاء الله غادي كيقول الاثنين غادي نمشي للمغرب، ولكن ما حددش واش بصح ولا لا. علاش؟ لان هذا السيد هذا اللي هو بيدرو سانشيز دافع دار تقريبا 5 شهور تقريبا دابا ديال الحكم في اسبانيا، وما باقي ما تلاقاش مع الملك ماشي الرئيس، لان الرئيس المغرب ما عنده حتى قيمه، ما كيسوى والو، ما عنده حتى حاجه غير هذاك خشيبات. حتى لا رديتو البال في الحوار اللي كان كيبغي يهضر، ماشي كيقمع، كي سكوت خلي سانشيز يهضر، لانه هو اللي كيعطيك الفلوس، هو اللي غادي يوقف معاك، هو اللي غادي يعطيك يا الساعي. ف كتلقاو ان كان الملك مريض، يعني محمد السادس كان مريض، كتبوا حتى المرض اللي عنده كتبوه في سميتو في الجريده ديال الموندو، وانا كنقولها البايس والموندو هما احسن الجرائد اللي ما كتصنف لا هذا ولا هذا، يعني ما كتجي لا من يعني ما كاينش واحد الحيز هذا زوين هذا خايب، لا هي كتقول لي كاين وصافي، وانت لك اختيار، يعني ما كتجي من حتى شي واحد. ف الملك كان مريض هذه المده كامله، وهو ديما كان كيحاول مع هذا البروتوكول، ملي كتولي رئيس فضروت انت ما عندك علاقات مع المغرب وجارك، وكتقول انك شريك ديالك فخصك تلاقى معاه. فالملك ديما كان كيعتذر لانه ما قادرش يتلاقى معاه، لانه كيسافر، لانه مريض، يعني هذه الى اخره. اما العثماني كون بغيت تلقى مع العثماني كنت تلقى معاه شحال هادي، وكون دار معاه شي حاجه. في داخل الفيديو اللي حط خونا كيقول ان هذه زياره عاديه، انا ما قلت والو، رجعوا الفيديو تفرجوا فيه، زياره عاديه، يعني ما كاينش شي حاجه او لا شي، يعني نقولوا حنايا واحد حاله الطوارئ اللي غادي يهبط سانشيز ويقول لهم ها عباد الله لا خصنا نديرو الحل، خصنا نجرو على المغاربه ولا خصنا نجرو على المهاجرين. لا، من واحد الناحيه بيدرو مشى باش يدعم السياسه او العلاقات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ما بين الوطنين، هذه باينه معروفه من زمان. ثاني حاجه بيدرو مشى باش حيت البروتوكول كيقول لي خصك تلاقى مع الملك، لانه بعد ما تلاقى مع الملك تلاقى مع الرئيس، ما كانش غادي يتلاقى مع الرئيس عاد باش الملك، لا ما يمكنش. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه واهم، انه هو باغي يوصل واحد الميساج باش يقول للناس ان حنايا راه كنتعاونوا معكم وغادي نعطيكم الكريموما، ما كاينش شي حاجه اخرى. رابع حاجه، ان الرئيس بيدرو سانشيز من هبط المغرب اقترح على السلطات المغربيه ان نديروا المونديال ديال 2030، وكنظن ان قضيه ديال الدعم ديال الفلوس وهذا المونديال هي اللي نايضه على الفيلم، ما خلينا من البروتوكول وداك الشيء كامل ما عنده حتى علاقه، لان بيدرو سانشيز راه ماشي دري صغير، وحتى حنا راه ماشي دري صغار. فهو باغي يهضر على وتخيلوا هضر مع اقترح على المغرب هذه القضيه ديال المونديال بدون ما يسول لزبوها، يعني ما هضرش كاع مع البرتغال.
رغم ان بورتوغال كانت يعني في الاول كانوا كيقولوا لنا راه باغوا يشوفوا فين يحطوا المدير يعني، فكان اقتراح تما. نقدروا نقولوا الحس الكابا، ممكن نقدروا نقولوا بزاف الحوايج، هذه سياسه ديما منها. اما من جو نقولوا ان غادي يصيفطوا المغاربه غادي يديروا غيفعلوا خوزه بالات، انا غنوريكم دابا غندخل هنا نقرب هذه باش نشوفوا. شوف دابا يقرب اكثر واكثر هكا احسن. نشوف واخ مزيح بالنسبه سيدي. انا ندخل للموندو نشوفوا شنو كاين. انا ما خصنيش نطول الفيديو، لكن المهم باش تاكدوا وعلى من كانوا كيهضروا. يلا نتوما نديروا سنتس هايلي مرويكوس بعدين هينا. أنا ندخل ديال الموندو فين يكون كاين هاي كاين كونفيدنسيال كاين ريتيوبي كاين هادي تشوفو لنا. المهم أنا نشوفو هادي ديال الطرد اللي كنهضرو عليها، ديال الطرد أنا مكيهمنيش الآخر. غادي ندخلو ديال إسبانيا مرويكوس، ندخلو للموندو وشوفو أشنو كاين. ماشي حيت زعما الموندو أحسن من الآخرين، وإنما هي عندها الشفافية ومعروفة اصلا. هاي اسبانيا اي مراكش ما عرفتش واش غتبان لكم ولا ما تبانش. المهم هاي غتبان لنا، كتقول لنا اسبانيا كيبان ليا الضو. كنت باغي ندير جوج فيديوهات كيما مول كندير، ولكن قلت زعما الطريقه هذه جديده. اسبانيا المغرب سيانسو بلينا سينتونيا، يعني كاين واحد الاوندا بحال كنقولوا حنايا، كاين واحد الاتفاق واحد التناغم في السياسه ديال الاعاده ديال المهاجرين. واخا هادشي دار نهار 19 نوفمبر مع 25 5 العشيه. هادو جوج زقات هادو بعدا اليوم من علاقه كيهضر على حساب حيت هو اصلا من هبط المغرب سانتي ذاك، كيهضر حتى على انتخابات والسياسه ديالو كيفاش متنا وهادي والحزب المعارض والمشاكل اللي عنده، ولكن هو كيدير هكذا وهادي كيهضر على داكشي ديال السياسه ديال البلاد ديالو. المهم كيقول لك الغوفيرن اسبانيا فورسا لا ريفورم بوليتيك ايكونوميك اي كولتورال كو لوس مارباغوس كو مارباغوس y defenderá ante la Unión Europea un incremento de las ayudas al reino de Mohamed VI. España, el gobierno de España, que va a destruir las relaciones políticas, económicas y culturales con el Magreb. و غادي تدافع امام الاتحاد الاوروبي. شي قلنا كيبان لي راه تقال شحال هذه ان شاء الله دابا تقال نهار مشى تلاقى مع ميركل ديال المانيا، يعني اوف هادشي راه شهور هادشي باش تقال باش قال لك يدير واحد المساعدات الدخل ديال المساعدات ويطلعوا نسبه المساعدات للمغرب لمن الرينو دي موحمد سيكستو المملكة المغرب para garantizar su cooperación en la lucha contra la inmigración irregular باش تساهم في الدعم ديالها وتقويه محاربه الهجره الغير شرعيه. تمام مزيان. البرسيدنت ديال الغوفيرنو رئيس الحكومه بيدرو سانشيز ها viajado por fin hoy al rabat اخيرا قال لك اليوم سافر الرباط اخيرا مين تسمع por fin عرفنا راه شحال هذيك كان عليه يمشي للمغرب ولكن الظروف ما سمحاتش. وسمحوا لي الا ما كيبان والو ولكن تقدروا انتم تدخلوا وتشوفوا. البرسيدنت ديال غوفيرنو قال لك البرسيدنت ديال غوفيرنو رئيس الحكومه بيدرو سانشيز ها viajado por fin después de haber sido imposible hacerlo al inicio de su mandato como tradicionalmente ha hecho el jefe de ejecutivo español. قال لك يعني اخيرا مشى بعد ما كان مستحيل، يعني كان تعطل بزاف كيما مولف يدير اي رئيس حكومه، انك تسمى الرئيس التنفيذي ايكوتيفو. خليكم معايا. لا انفيرميدار كي سوفر المناركا المرض الذي يعاني منه الملك ايتو سي ماروكي ساركويدوسيس، هذا هو المرض اللي كاتبين لي هنا ديال الملك محمد العزيز ساركويدوسيس. Ha impedido que esta visita se concrete. Explica también el emplazamiento a placer de los encuentros del rey Felipe con Mohamed VI. هي اللي كانت عائق باش يتلاقاو، وهي اللي كانت خلات ثاني عائق بالنسبه حتى بين الملك اسبانيا والملك المغرب. المهم نتوضح. Después de entrevistarse segundo capítulo. Después de entrevistarse con el primer ministro Sabatino Osmani, ambos han comparecido en una rueda de prensa para sobre todo mostrar su voluntad de aumentar la cooperación en materia de inmigración, que según el presidente español es una responsabilidad compartida. Sánchez ha agradecido al dirigente marroquí la colaboración de su país y ha asegurado que existe una sintonía plena en la política de retorno. Ninguna me lo vuelve. بعد ما تلاقى مع الوزير الاول اللي هو صلاح بريمير مينيسترو، وزير صلاح الدين العثماني بالي وزير الاول كان بريمير مينيسترو
يعني بحال يمكن نقولوا رئيس وزراء واخا هو ماشي هذيك القضيه. امبوس يعني هما بجوجهم تحطوا قدام واحد رويده ديال الصحافه باراسو لي تو ديمونستر باش يبينوا النيه الصالحه ديالهم او لا يعني كيفاش باغيين يقووا المساعده في ماده الهجره اللي من جهه ديال الرئيس الاسباني هي راها مسؤوليه ديالهم بجوج. سانتيس هذا غريفيو وبغى يشكر قال لك هذا يعني العثماني المغربي لا كولورافيون دي سو بايس المساعده بغى يشكر على حسب الدعم تاعو المساعده ديال بلادو وكيقول انه مبجوج كياكد انه مبجوج في واحد التناغم السياسه ديال الاعاده واخا افينالي زاغوستو في النهايه ديال شهر 8 ديسبويز دي فايس انتنتو دي جروبو زي ميغرانتي ساسالتا لا غاليا دي فيوتا اسمعوني De manera violenta, lanzando calviva a los agentes ejecutivos, se ve, se valió de un acuerdo, firmado en 1992. قال لك سيدي في الافان ديال شهر 8 هذا اللي فات، قال لك واحد يعني بعد واحد المحاولات ديال واحد الجروبو، مجموعه ديال واحد المهاجرين باش ينقزوا السور ديال السته، واحد الطريقه معنفه او عنيفه، هو عباد الله بحال المنقاطع وداك الشيء اللي كيحرق وداك الشيء كامل. قال البوليس ماشي على بنادم مع البوليس اللي هما لاجونس خينتس، قال لك الرئيس التنفيذي شاف نفسه انه ضروري خصو يلتجا لاش لواحد الاتفاق اللي كاين 1992. فهمتوا شنو بغيت نقول؟ انا ديجا كاين واحد الاتفاق، يعني ما دارش اتفاق قبل، يعني هاد الزياره اللي دار الرئيس سانشيز ما كاين حتى شي اتفاق اصلا، هو دار زياره عاديه كما قال العثماني، يعني مشى باش يتلاقاو وياه فقط ويدير البروتوكول ديالو ويبين انه هو راه باغي يعني يتعاون معاهم والمونديال كما قلت في الاول. هاي حاجه اخرى وكيقول ان فريق لوك هذاك النهار مع المغرب كان داروا اتفاق في 92 باش يرد 116 مغربي مهاجر اللي شاركوا في هذه العمليه اللي دخلوا بطريقه عشوائيه بالمواس ما نعرف شنو المقاطع حتى من براز الانسان يعني الغائط داروا في قرايه ديال الماء وكيحركوه وكيرشوا على بنادم. تخيل انت بوليسي كي لتحت كيحل فمو كيبغي يدير ها كيدخل لك شي فمو وفي عيني كيف تولي حالتك باش تعرفوا العقل والهماج. هادو ما كيقلبوش على اللجوء للمساعده داخلين باغيين يحتلوا اسبانيا. اذا قال لك هنايا ديسبويس ديز ايسي مومنتو استا براكتيكا لا جامال ديفولوسيناس اكسبريس، من تما ولات القضيه فيها نقولوا حنايا الطرد ولا الاعاده اكسبريس. ان الرينو الاوي نو ابي افكتادو ان ايسي مومنتو سان كومبرتيو ان ابيتوال، اللي فيك اللحظة قال لك المملكة العلوية ما كانتش قابلة، يعني ما علاش طرد لينا 116؟ لأن الحكومة المغربية بغات تقول لك لا هادو ماشي مغاربة، هادو صحراويين ولا سنغال، لا ماشي ديالي أنا هادو، لا ما نقبلش. الحكومة الإسبانية قالت إيه لو كان جاو من تونس ولا جاو من الفوق ما غاديش نقولوا المغرب، ولكن جاو من عندكم وحتى هما من سولوا معاهم درو معاهم الحوار يعني اللونكيت مع دوك الناس، واخا داك اللونكيت ما طولش بزاف لان هما الغدي ردوهم. كانوا كيقولوا ان كاين اللي كان كيطلب منه 20 اورو 18 اورو باش يخليه يدوز. هادو كنهضرك انا على الحدود وكنهضرك انا على شغل الجمارك البحريه، يعني الناس اللي كاين تما. كاين اللي قال لك عطاو طلبوا مني فلوس بغيت ندوز، كيقول لك بغيتي تدوز بغيتي تمشي اسبانيا خلص. يعني كاينه المافيات، واش المافيات واش نتوما تخيلوا ان كاينه باطيره ولكن هادو شي يقول لهم ناس كي غريسيو اللي راه يحرق دير ما كايناش. ما كاينش شي واحد عنده باطيره ولا باطو وقف وسط البحر كيتسنى الحراق يدوزو غريسيوهم عطيونا لا بغيتو تدوزو، هادي ما كايناش. كاين بوليس وناس اخرين خدامين مع الحرس البحري هما اللي كيبزنزو في هادشي هذا، وماشي انا اللي قلتو، قالوها الافارقه وقالوها الناس. قال لك شكون اللي كيخليهم يدوزو؟ شكون؟ عليها تسمى المغرب شاف نفسه انه مضطر انه يسرط ويسكت وخلي بنادم يدوز. هذاك الشيء اللي خلى باش حياه ماتت بالقرطاس، علاش؟ لان تسمى صافي ولاو كيضربوا بالسلاح، رغم ان اسبانيا ما نعرفش شحال من سنه، اكثر من 40 ولا 50 سنه عمرهم ما ضربوا القرطاس على شي واحد، رغم انه كيكون هاز مع الحشيش وكيبانوا الكراطن ديال الحشيش وما كيتيرش بالقرطاس. علاش؟ لان دوله كتعرف الحق وكتخاف على المواطن كما بغا يكون، حتى الا كان مجرم ممكن نصلحوا ولكن ما عندناش الحق نقتلوه. وقولوا الحموشي علاش مات الحياه ما معليش. من بعد كيقول ان هنايا يعني في الاخر المغرب قبل، كيقول لك هنا سانشيز اديس تاع ديستاكارو اوي كي سي ريفورتارا بوليتيكا زيرتون تامبيان ان ريلاسيون كون ليتشو دي كي ماروكو سولو استيرني تيندو لا ديفوسيون اوفيسيال
El llamado retorno de 10 inmigrantes irregulares admitidos cada día tras ser expulsados de España, frente a los 25 que hace hasta poco, de hasta hace poco. هنا سنجي يقول لك ان سانشيز ويأكد ان العلاقات ديال او لكون احنا السياسه ديال الاعاده يعني نردوا عباد الله غادي تقوى. علاش؟ لان كيقول لك ان المغرب ولا دابا كيقبل فقط 10 ديال الناس في النهار. تخيلوا معايا هذه راه واحد ما هضر عليها سبحان الله. علاش القديمة ما هضرش عليها اليوتيوبرز ديال اسبانيا؟ علاش؟ علاش؟ اما حيت ما قاريش او لا يمكن حيت ما كيهمهمش او لا ما عرفش. المهم كيقول لك ان المغرب قادر ترد يعني قابله فقط 10، لان قبل كانوا كيردوا 25 في النهار. اسبانيا ما يمكنش تسيفط اكثر من 25، يعني ما يمكنش، ما عندهاش كيفاش دير. قبل كانت كتسيفط 25، دابا لا، دابا ولات كتقبل المغرب 10. يعني هذه الشروط ديالها، ما نقدروش ناخذوا 25، دخلوا لي كل نهار 10. ولكن واش هاد 10 هذه واش نتوما كيحسب لكم الله ان اسبانيا حاطه المصيده جالسه كتلقى في المغاربه في القهاوي وفي السوبر مارشي وفي الباركينغ وفي لاصال وفي اي بلاصه يقول لهم جمعوا وسكنوهم وبقاو كل نهار تخرجوا 10 ب 10؟ لا، حنا كنهضروا على السياسه الروتينيه، يعني شديتك اليوم بصمتك من حق، لو اني غنصيفطك ما غاديش نبصمك ونطلقك، غادي نصيفطك يعني غنشدك غنصيفطك. سالينا اسبانيا ما كديش داك السيستيم وداك التعامل ما كان، الا في حاله واحده، الا بغيتي تدخل اسبانيا وشدوك في وسط البحر كيردوك ما كتسماش طرد، كتسمى اعاده ديفولوسيون، او لا في وسط لافايا وانت بغيتي تدخل تقتحم بطريقه عشوائيه ولا يعني فيها مشاكل، تما كيشدوك كيسيفطوك، لان ما انت اصلا داخل طريقه معنفه. فطالما كتدي يعني نقولوا حنا كدير الضرر بالمجتمع الاسباني او لا بالامن، كتهدد المجتمع الاسباني باي طريقه، لان اللاجئ السياسي او اللاجئ مسكين حيت انساني ما غاديش يضرب بنادم بالجيل وبالمرقاطع داخل هذه البلاد طالب الامان، ماشي انت داخل كتيري فيهم بالسيوفه وسميت تقول لهم لا بغيت ندخل اسبانيا حيت انا افريقيا ما نقدرش يصيفطوني. زمان كانوا الافارقه ما يقدروش يصيفطوهم، ولكن دابا صافي شي مشى كاع اللي كيتعدى كياكل حقه كياخذ حقه ديال بصح. ف اذا كنت انا غنبصمك غنبصمك وغادي نخليك، اذا هنا ما كاينش الطرد. حتى نتلاقى معك المره الثانيه كما كيقول القانون، لان خصني نعطيك حتى الوقت ديالك كما كيقول القانون وقانون الهجره. القانون موجود اني خصني نبصمك ونصيفطك، نسمك ونطلقك ديك الساعه. المره الثانيه اللي عاود تلاقيت معك ولقيت عندك صوابق انك انا عطيتك انذار وتخرج من بلادي وتلاقيت معك مره ثانيه، هنا اذا تلاقيت معك في 15 يوم او لا شهر راه ما عنديش كيفاش ندير معك، لان باقي عندك البلاصه. ولكن اذا تلاقيت معك فاتت المده اللي عطيتك انا باش تخرج طوعيه او لا الاوبليجي، حيت كما كنقولوا حنا كاين الاورديناري وكاين البريفيريد، الا ما خرجتيش في هاد الجوج وتلاقيت معك تما فعلا عندي الحق نصيفطك. علاش؟ لاني درت القانون ديالي. نتمنى تكون الفكره وصلت. يا ريت يا ريت، انا مغاربه، انا ما عارفش كيفاش نتوما زعما مع احتراماتي للعدد ديال المغاربه اللي عايشين في اسبانيا، ولكن ما فهمتش علاش نتوما بحال هكا. علاش كتعرفوا الكذاب وباقي مازال كتبعوا الكذاب؟ علاش؟ ما فهمتش انا علاش كتبعوا، علاش ما بغيتوش تديروا عقلكم؟ الله يعاونكم. انا باش منين بقى يضروا راسو يقول يا خويا راني انا ما فهمتش، راه قالوا لي داروا انسان انت كذاب وباقي مازال كتبعوا الكذاب. المهم هذا ما كان 10 ايام في النهار، وهذه في حاله الى تشدوا، ماشي كاين واحد الحمله ديال الطارد ولا اسبانيا هبطات بواحد الطريقه اللي هي طارئه وعباد الله وتقول اسبانيا راه فيها كيش هادشي. اكاميو اسبانيا سي موستر ابير تاع ريفورسال لو شلافاج سو شلافاج كون المغرب و ساتور نيفيلس انكريمنتال لا سيدا دو باي فيسينو. ما تنساوش راه في شهر 12 غادي يعاود اسبانيا عفوا الرئيس وحتى الملك يقدر يهبط بوحدو ماشي مشكل، يقدر يهبطو لمراكش، لان كاين تما المنتديات اللي هما الفوروس لدعم اسبانيا اوروبا للمغرب. باش دابا حيت دابا كان فهم عليكم اوروبا واسبانيا وفرنسا وكلشي العالم عارفين ان المغرب واخا تعطيهم اللي عطيتيهم فعمر الهجره السريه ما غتقاد وما عمر الفقر غادي يتقاد. علاش؟ لان الحكومه فاسده. دابا هاد الفلوس كامله غتعطى لبيدرو، غادي تعطى يعني نقولوا احنا الحكومه، ما غاديش نقولوا شكون غادي يديها، ولكن كتظنوا نتوما اللي شاري ترين سميتو البراق، حاجه اللي تسمى براق، براق راه مخلوق عند الله، براق اولا اللي كيفكر يدير ناطحه السحاب، هذه دوله فقيره. كتضحكوا عليا انا؟ انا من كتضحكوا؟ انا من كتضحكوا؟ ما عرفتش واخا زعما بيدرو ما ساقش خبار ان راه باغي نبنيو هذه وعندنا هذاك اللي كيجري ديال السويد ما عندناش هذه القضيه هذه. الله يخليكم ديروا شويه ديال ضحكوش فينا الناس،
ماشي اي واحد يقول لكم شي حاجه تضحكوا. راه المشكل راه ماشي في بيدرو ولا في ولا في ميركل ولا في هذا ولا في ذاك. المشكل عندنا حنا في السياسه ديالنا، حنا في البلاد ديالنا، ان كان ممكن نصلحوا الخطا. منين كتجي شنو السبب اللي خلى الناس تهاجر من المغرب؟ الفقر، الفساد، نصلحوا؟ لا لا، حنا نتكلفوا بعطينا الفلوس، عافاك بيدرو عطينا حنا الفلوس وحنا نتكلفوا صافي. ولكن شوف العام الجاي ثاني يجي يعطينا الفلوس لا هو ولا كبريطا ولا الناس كاملين باش يندي اسيطارو مغديتين دابا ما يستاو داو من طلاش بكاس. وتخيلوا حتى العثماني كيشكر الرئيس ويقول كنشكروك لانك كتوقف مع السياسه ديال الطلبه باش كتدخل كتخلي كتسمح للطلبه يكملوا الدراسات في اسبانيا والدراسات في المغرب. يعني الجامعات تحيدوهم ولا ما بقاوش فابور ولا بالفلوس. ها مشكل ديال الساعه ما قدرش يبدلوها حدا باش يحل المشاكل ديال الدول. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم معليش، فهذا ما كان يعني هنا غتشوفوا الصوره ديال بيدرو كيف يرمي في الكتاب ديال البروتوكول. راه الكتاب ديال محمد الخامس، يعني السيد داخل فاش دخل الموسوليه كيخصو يفيرمي تمايا، لانه ديك الفيرمه ضروري اي واحد كيجي لاباس عليه معروف مشهور مرموق كيفيرمي، ماشي غير هذا الرئيس، رؤساء وناس كبار معروفين. هنا غادي نهضروا على غيكون هنايا اللقاء ديالو مع الملك، ها هو انكونترو كون محمد سيكستو. ماشي يدينا ثاني علاقات وكذا وهذا وهنا ولا كذا في المكلماتيكو ديال ديسيرتاسيون بوريه كونفيرمادو شوستي فيه كون بريبريفيستا ان مراكش ا برينسيبيو دي ديسمبر في البدايه ديال شهر 12 غادي يدير واحد الجلسه ويجلسوا هادي دي. المهم اللي بغى يدخل يدخل، ممكن يدخل هنايا كما كي ما عرفتش انا حتى كندخل من البي سي ديالي البورتاتيل وديروا الترادكسيون ترجموا هذا الكلام كامل اللي قلت انا. وانا كما العاده كنقول لكم خدموا هذا ما تخدموش جهه اخرى، خدموا هذا راه الله عطاكم مخ. وحاجه ثانيه ما تيقونيش انا كنكذب عليكم، انا ما تصدقونيش ما تيقونيش ديروني انا مريض كما كيقولوا انا بحساد انا قلبي كحل انا ما كنبغيش غير المغاربه ديك الخزعبلات. ها هو كلشي قدامكم، قلبوا اكتشفوا. وانا بلا كي الا هضرت الصوت والصوره وكنقرا لكم هادشي، لان عارف ان الاغلبيه ديال الناس غيلقى تناقض، غيفتحوا الوراق لا غيصيفط المغاربه، لا غيفتحوا الوراق غيصيفط الوراق، لا دابا غيصيفط المغاربه. يا ربي السلام، يا ربي السلام، تموت مسلمين، لا حول ولا قوه الا بالله، يا ربي السلام. خوتي خواتاتي، كان معكم ريمبرا، والله اللي ما خلق، يا ربي امين. تحياتي وتهلاو فلوسكم كما العاده، تهلاو فلوسكم، سلام.